السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم قناة أحمد الداودي. إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بالاشتراك ليصل لك كل خبر جديد ومميز. أخوتي الأحبة، هذه الأسئلة اللي تعرض عليكم هي نماذج مهمة بالنسبة لامتحانات نصف السنة لعدة مدارس ولعدة أعوام، والتركيز دائما أنا أقول لكم وأكدت حتى في أسئلة الامتحانات التمهيدي أنه التركيز راح يكون أكثر شيء للسنتين اللي راحن أو بالزايد للثلاث سنين اللي راحن، لأن حسب ما لاحظنا وشافوا ودققوا أكثر الأساتذة أنه أكثر الأسئلة تجي من السنة مثلا خلينا نقول 2018 كانت أكثر الأسئلة أو تقريبا 80-70% من الأسئلة جتي هي من مشابه من أسئلة 2016 و2017، ونفس الشيء 2019 جتي منها أسئلة كثيرة من 2017 و2018. إذن التركيز على آخر ثلاث سنوات، وهذه الأسئلة اللي أنا أنزلكم إياها سنة 2016 و17 و18 و19 بالزايد أربع سنوات يعني، فالتركيز على آخر أربع سنوات أو ثلاث سنوات أو السنتين راحت هل موجود عندك. المهم مراجعة الأسئلة وحلول الأسئلة للسنين راحت مهمة جدا 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 بعد ما تخلص وتراجع الكتب. أسئلة نصف السنة كانت أو نهاية السنة، الأسئلة الوزارية والأجوبة والنماذج والمرشحات كلهن ركز عليهن، لكن لا تعتمد عليهن بمجرد انه تقوي نفسك بحلهن او مراجعتهن، بمجرد انه تشوفهن تشوف انت اللي تعرفه عبره واللي ما تعرفه حاول انه تطلع بالكتاب وتتاكد من عنده او تحله بالورقه والقلم. هذه نصيحتي لكم، واتمنى انه تستفادون من هذه الاسئله وهي السلسله مال الاسئله اللي راح انزل لكم اياها ابتداء من صفوف الابتدائيه ومن ثم المتوسطه والاعداديه، والتركيز على الصفوف المنتهيه للصفوف السادس الابتدائي والثالث متوسط والسادس الاعدادي بفرعيه الادبي والعلمي. شكرا لكم اخوتي والى اللقاء. شكرا لكم لمتابعة الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ثم الإعجاب بالفيديو.